أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الباحث والناقد والشاعر الأردني الدكتور سلطان الخضور. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. الصمت المر. عجيب صمت من يدري، ثقيل زعم لا أدري، يلخص وضعنا قول مرار كل ما يجري. أعيروني مسامعكم بملء مساحة الشعر، قرأت قصيدة كبرى فثار الشعر في صدري. كتبت محاكيا طودا لبعض هجائه المر، بلينا يا ابن بردون أعبد الله هل تدري، غزاة حكموا الأوباش حكم العبد للحر، ولم نحذر غوائلهم ولم نسلم من القهر. عراقي بات محكوما بحقد الحمر والصفر، بمحتل يمالئهم يكافئهم على الغدر، ويصنع من ظلامتهم ضلالات بلا حصر، يؤنسنهم فيخدعنا يبيع العسر باليسر. بفوضاهم يؤدلجهم ويغري العبد بالخسر، بوجه خادع القسمات في صيرورة الوغر. نفايات مدورة محملة بما يزري، نفايات كما الطاعون تهذي وهي تستشري. ثقيل صمتنا يا قوم، مر صمتنا القسري. تفرقنا جماعات وأحزاب الهوى العهري، فصرنا مضرب الأمثال في توه وفي شطري. فقالوا إننا جئنا لنشر الحب والخير، وكانوا عكس ما قالوا بنشر الحقد والشر. وقالوا إن أياماً ستؤتي الخير بالوفر، تمادى ظلمهم حتى بلغنا غيهب البئر. أزاحوا كل معلوم فسادت دولة النكر. عراقيون نسعى أن نساعد كل مضطر، ولكننا نسينا أن نرتل سورة العصر. لعل تلاوة مثلى ستنقذنا من الخسر. فهل تدرين يا بغداد أن لسانهم عبري؟ وهل تدرين يا صنعاء أن بلاءهم يسري؟ وهل تدرون أن دمشق ترثي زهرها العطري؟ فتلك حقيقة بلوى تدك الصخر بالصخر. بأفكار محملة بثقل جمالة صفري، أنعجز أن نكون يدا على من جاء بالفقر؟ تحركنا عواطفنا كما الطوفان في البحر، ويهزمنا صياح الديك حين يصيح في الفجر. نخاتل من شعاع الشمس نخفي الفر بالكر، لعل مقولبا يبكي يزيد الشرخ بالكسر. فيا من جئت بالمكر عليك دوائر المكر. بعد هذه الجولة في رحاب القصيد، الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي.
جد سعيدة، وأنا الآن أمر ببرنامج فضاءات فقرة هذا كتابي. معكم حياة قصدي، كاتبة روائية من الجزائر، وهذه هي روايتي دموع الشمس التي سأحدثكم عنها في هذا البرنامج. اليوم سنتحدث قليلا عن روايتي الأخيرة التي قلت لكم عنوانها دموع الشمس. لماذا دموع الشمس؟ نحن نعرف أن الشمس هي النور، هي الوضوح، هي الصفاء، هي الحقيقة، هي كل شيء جميل، كل شيء عكس الظلام، عكس الحزن، عكس يعني عدم الوضوح. يعني الشمس هي الأشياء المنيرة. يعني لماذا دموع الشمس؟ لماذا تبكي الشمس؟ هذا ما أريد أن يكتشفه القارئ إذا سمحت الظروف وقرأ اطلع على يعني سطور الرواية. دموع الشمس هي روايتي الأخيرة، صدرت مؤخرا عن دار الأمير لنشر والتوزيع والترجمة. حاولت من خلال أن أسرد أشياء أجدها في الواقع، سواء من الناحية التاريخية، حقائق تاريخية عن تاريخ الجزائر المستعمرة من قبل الدولة الفرنسية. وسأقرأ عليكم بعض السطور وأتمنى أن تنال إعجابكم. تحت ضوء مصباح الليل الذي كان طفيفا، وجد رفيق كامل راحته. إنه لا يتحدث إلى ضحيته بقدر ما هو في أمس الحاجة إليها هي بالذات، كي يسقط عن نفسه دور الجلاد، يبحث عن عذار لجريمته، بذلك يمكنه أن ينتقل من الجلاد إلى الضحية. وضع يده على جبينه ليمسح بعض قطرات العرق التي تسببت منه، واعتدل قليلا بجسده المستلقي على الفراش، وبعد أن أخذ نفسا عميقا شرد بذهنه واستولت أحاسيس الانكسار على قلبه ليواصل حديثه. وهذه المرة قرر البداية من الطفولة. سأسرد عليك كيف لعبت بي الأقدار ورمت بي في ترك حزين. لا أحد يعرف ما حدث لي ذات ليلة لا يمكنني نسيانها. مهما بلغت بي الأيام مبلغها، لن أنسى كيف شرقت مني طفولتي وبراءتي. كنا صغارا لم نتجاوز 9 سنوات نلعب في الحي، وعندما يجن الظلام في ليالي الصيف كان يسمح لنا أن نمضي أوقات المرح في سطح بيت جارتنا أم منصور. كنا أصدقاء لا نفترق، نقتسم قطعة الخبز نفسها وحبة الحلوى الواحدة. منصور كان نصفي الآخر الذي لم تلده أمي، وما حدث كان مروعا. هناك في ذلك السطح استأجر رجل كهل كان بدون مأوى الغرفة الواقعة في إحدى زواياه. كان ظريفا جدا، راق كل سكان الحي، رأوا فيه الرجل الطيب الذي يوزع ابتسامته المجانية على الجميع، والشريف الذي لا يجرؤ على النظر إلى النساء ويسارع إلى غض البصر حتى وإن اعترضت إحدهن سبيله. كان يشتري لنا كل ما نشتهيه من الحلويات ويدافع عنا إن تعرضنا لأي مكروه، حتى اعتقدنا أننا صغارة. ولكن لماذا كان ينادي منصور ويبقيه لديه في غرفته لبعض الوقت؟ حينها كان يطلب مني أن أستغل الفرصة وأستلم منه لعبة الخضروف التي اشتراها لنا لنتناوب عليها تارة. كان ينادي منصور لمساعدته في البحث عن قطعة نقدية ضاعت منه، وتارة أخرى بحجة أن يقرأ رسالة. وبينما كنت ألهو مستمتعا بتلك الدقائق التي أمضيها بمفردي أستغل فيها اللعبة التي كنا نعشقها، لم أنتبه لحظة إلى أن منصور الذي يخرج من غرفة السطح ليس هو نفسه الذي يدخلها. عندما جاء دوري لم أدرك أنني كنت أذبح بسكين الصمت. اعتبرت جنونه لعبة، وقد كانت حبات الحلوى التي متنوعة الألوان وقطع الشوكولا التي يغريني بها طعما سهلا لسرقة الفطرة التي جلبت عليها. ليلة اغتصابي كانت كابوسا، نسيت الألم الذي أصابني، لكن المعاناة النفسية لا يمكنني نسيانها. ذلك الملاك الذي كنا نحبه تحول فجأة إلى كلب مسعور، امتلأت عيناه بالشراسة وصار فجأة يشبه الشيطان. لقد تعرفت حينها على الشيطان الذي لطالما حذرنا منه إمام المسجد، وكنا قد رسمنا له من خلال دروس القرآن صورا في خيالنا فقط، لكنني أيقنت لاحقا أن الشيطان ليس إلا بشرا. أتمنى أني قد وفقت في اختيار النص الذي يناسب جلب انتباهكم أو جلب شغفكم إلى هذه الرواية. شكرا لكم، وشكرا للأستاذ محمد صيف على دعوته واستضافته لي. تحية عطرة. الخط العربي هذا الفن الجميل الذي أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة طيبة في حلقة هذا اليوم.
أسعد الله مساءكم أحبتي المشاهدين. في هذه الفقرة سنخرج عن موضوع الخط، رح نتحدث عن تقنية من تقنيات الكتابة. الخط الديواني يكتمل جماليته في إخراج اللوحة، سواء استخدام الأحبار أو استخدام المواد المتعددة، يعني سواء الورق أو الألوان المتعددة في إخراج ألوان. طبعا هذا الشيء ينطبق على جميع أنواع الخط العربي، لكن أحببت في هذه الفقرة أن أشرح عن جمالية من جماليات تنفيذ الخط الديواني، وهو التذهيب. التذهيب المقصود فيه، أنا أقصد فيه التذهيب، هو استخدام الورق، ورق الذهب. هذا الورق طبعا بيجي جاهز في الأسواق موجود، واستخدام التذهيب يحتاج إلى الغراء أو مادة المسيون، اللي هي حتى يلتصق فيها هذا الورق عندما أكتب. الآن راح أعمل تجربة، أنا وأكتب قدام أمامكم كتابة مثلا عيدكم مبارك، راح نكتبها ونذهبها، نستخدم هذا الورق ونشوف كيف النتيجة راح تطلع معنا، وإن شاء الله تكون نتيجة جميلة وتعجبكم. طيب راح أكتب هنا عبارة عيدكم مبارك، طبعا هذا راح أكتب بالغراء، هاي الغراء لازم أكتب أنا فيه بهذا الشكل، هي سطر وهمي. طبعا يفضل أنه أستخدم الورق الذهبي على كرتون أو ورق غامق، يعني الغير محبب أنك تستخدمه على أوراق فاتحة مثل الأبيض أو الأصفر حتى يظهر جماليته. الآن أنا راح أكتب عبارة عيدكم مبارك بخط الديواني، طبعا الغراء هذا شبه شفاف يعني، لكن من ميزاته عندما اكتب به انه يبقى لاصقا، يعني ما بينشف بسرعه، يختلف عن غراء الخشب او انواع الغراء الاخرى. زي ما بتلاحظوا انه الان لازم انتظر انا حتى يختفي اللون الابيض، هذا اللون الابيض اللي هو يتعرض لجفاف كامل، يعني ما بصير انا الصق الورق. لا يجوز اني الصق الورق وهو الغراء غير مكتمل الجفاف حتى ينشف كامل. ننتظر جفاف الورق، وبعد جفافه نعود إليكم في عملية لصق الورق الذهبي. الآن بعد جفاف مادة الغراء زي ما بنلاحظ أنه اختفى اللون الأبيض منها، هذا يعني أنه الغراء اكتمل جفافه. الآن المرحلة التالية هي إحضار الورق. الورق يأتي بهذا الشكل، يأتي بهذا الشكل. ممكن نأخذ إحنا مقطع صغير منه، مو بالضرورة يعني يكون، طبعا لازم نحذر، الورق هذا حساس جدا، نوعا ما حساس جدا للتلف يعني، لذلك نحذره بهذا الشكل، أو حتى أنا يفضل استخدم ورقة جديدة لأنه هاي تقريبا تلفت شوي. ممكن هذه الورقة تفيدنا يعني، أكبر ذات مساحة أكبر، يطلع الشغل عليها أصح. نلصقها بهذا الشكل، مش بإيدينا، نستخدم ورقة ثانية نلصقها بهذه الطريقة. الآن باستخدام فرشاة خشني نوعا ما بهذا الشكل
نبدأ بتنظيف الحرف. طبعا بطبيعة الحال انه الورق يعني سيلصق مباشرة على الغراء، والغير لاصق سيتم ازالته بسهولة. فبتكون عنا ان شاء الله عبارة اللي اتفقنا على كتابتها اللي هي عيدكم مبارك. بهذا الشكل. طبعا الآن نأتي إلى مرحلة التنظيف، تنظيف الكتابة. أفضل أنه تنظيفها على مكان بهذا الشكل. وبنرجع مرة ثانية نتأكد أنه تم إزالة حواف الورق حتى يكون الحرف نظيف تماما ويعطي الشكل الصحيح للحرف اللي قمنا بكتابته بهذا الشكل. طبعا من سيئة هذه النوعية من الأوراق على التذهيب يعني هي أنه بيترك آثار على البيئة يعني حوالينا على الطاولة، ممكن يوسخ يعني شوي، لكن نحتاج لصبر يعني بحيث أنه نقوم بعملنا على أكمل وجه. وتقريبا هذه هي النتيجة، نتيجة سريعة، كلمة عيدكم مبارك باللون الذهبي. طبعا هذا الورق يتوفر منه ورق ذهبي صناعي وورق منه ذهب حقيقي طبيعي 100% عيار 18 أو 21. ممكن الحصول عليه بالأسواق أو من دول خارج الأردن يعني أو دولة أي دولة ثانية. الآن إن شاء الله يعني نرجو أن تكون لاقت إحسانكم بهذه الطريقة، ونرجو لكم أوقاتا سعيدة ويعطيكم ألف عافية. بارك الله فيكم. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الباحث والناقد والشاعر الأردني الدكتور سلطان الخضور، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك، تشرفت ضيفا على فضاءات وعلى رافدين. أنا سعيد جدا بهذه المناسبة حقيقة أن أكون ضيفا على قناة الرافدين وعلى برنامجكم برنامج فضاءات. نحن الأسعد يا دكتور، وحياك الله، فرصة طيبة نتحاور في فضاء الأدب والنقد والشعر. حياك الله. جميل، الله حيك. يعني من يطلع على سيرتك الذاتية، حضرتك تخصص تنمية بشرية. نعم. دكتوراه في التنمية البشرية، لكن ما شاء الله عليك الآن عندك إصدارات كثيرة في النقد والأدب وهذه المجالات، يعني وخاصة النقد يعني نظريات علمية. نعم. فكيف يعني استطعت أن تلم بهذا الفن؟ أنا حسب اعتقادي أنه يعني النقد لا يمكن أن يكون موهبة، أنه يجب أن هناك نظريات علمية في فن النقد، يجب أن تدرس دراسة أكاديمية. فكيف يعني استطعت أن تلم بهذا الفن وأنت لم تحظى بدراسة أكاديمية في هذا المجال؟ جميل. يعني في موضوع النقد تحديدا، أنا كنت أقرأ يعني كثير من المواضيع النقدية. نعم. التي كانت تنشر، و أنا تحديداً عندما أكتب دراسة نقدية لا أقولب نفسي في واحدة من المدارس. أنا بشكل عام أعيد قراءة المشهد الشعري أو الأدبي أو الرواية أو هذا، أعيد قراءتها حسب مفهومي أنا. فأنا لا أتقيد بالعادة بالمدارس النقدية، مع أنني طلعت عليها يعني معظم المدارس النقدية اطلعت عليها. وفي كتابي السابق اللي هو مقاصد القصائد، عندما تناولت يعني مجموعة من الشعراء اللي هم الشعراء العرب والأردنيين، أكثر ما كنت أركز على المذهب النفسي، فكنت أبحث عن انعكاس نفسية الكاتب على النص. نعم. من خلال معرفتي لبعض الكتاب والأدباء،
وفي الكتاب الثاني اللي هو الأنثني أو غيره من الكتب لم أتقيد في العادة بمنهج، لكن نعم. أميل إلى المنهج التفكيكي التحليلي بشكل عام. نعم. أنا أقرأ النص وحسب فهمي للنص أعيد دبلجته وقراءته من جديد بما يسهل نعم. على المتلقي معرفة ما يدور هذا في هذا النص. جميل. حضرتك حدثت عن الحالة النفسية للكاتب أو للشاعر من خلال نعم. هذه الحالة النفسية أنت تطلع عليها من خلال قراءة النص، يعني من خلال تفكيك النص تستطيع أن تصل إلى أو تقف على حالة الشاعر أو الكاتب كيف كتب النص. هو الأمر يعني بشقين. نعم. الشق الأول يعود إلى المعرفة. أحيانا أنا معظم الناس الأدباء والشعراء الذي يتناول يعني كتبهم وقصائدهم أعرفهم. نعم. فأنطلق من هذا المنطلق. هذا ابن بيئة على سبيل المثال يعني فقيرة، أو هذا ابن بيئة يعني نعم. فيها حروب، أو هذا فيه ابن بيئة فيها لجوء أو ما شابه ذلك. يعني تتضافر خلفية المعلومة السابقة السابق مع أيوة. مع النص، وأحيانا أستخرجها من بعض النصوص. نعم. هو في العادة أن النص يعكس داخلية الشاعر أو الأديب بشكل نعم. عام، فأنت بسهولة نعم. تستنتج ماذا يريد هذا الأديب من خلال نصه. نعم. نعم. جميل. من الكتب النقدية التي أصدرتها حضرتك الفضاء الفلسفي في شعر نضال القاسم. نعم. وطبعا نضال القاسم أخونا يعني معروف كاتب وناقد وباحث أيضا. نعم. وشاعر. الحقيقة لفت انتباهي في الجزء الثاني من العنوان. العنوان الفضاء الفلسفي في شعر نضال القاسم قراءة مونتاجية. نعم. في ديوان أحزان الفصول الأربعة. نعم. حقيقة كلمة مونتاجية أثارت اهتمامي. عادة المونتاج احنا نعرف كعمل إعلامي انه في قص وفي إضافة وفي تعديل نعم. وفي نعم. فكيف نفهم كلمة مونتاجية في النقد؟ دعني بداية ان اشير الى الاخ نضال القاسم كناقد. نعم. انا يعني بدأت معرفتي به كناقد فاطلعت على تجربته النقدية من خلال الأمسيات التي كانت تجرى في كثير من اللهيات الثقافية في إربد. نعم. فأعجبت بهذه التجربة بأمل. فأخذت منه بعض الكتب أو بعض الدواوين الشعرية فاطلعت عليها كلها. نعم. بعد الاطلاع على هذه الدواوين تولدت لدي الرغبة في الكتابة عن نضال القاسم. نعم. الآن لموضوع المونتاجية، أنا أتفق معك أن المونتاجية يعني هي عملية قص وإعادة مونتاج. أنا أشرت في السؤال الأول نعم. أنني عندما أقرأ الكتاب أو الديوان أحاول تبسيطه وتسهيله وفهمه نعم. الفهم الذي أنا أريده أو الفهم الذي يصلني من خلال هذا الديوان نعم. فأعيد تشكيل ما باح به الشاعر نعم. شعراً أعيد تشكيله بطريقة نقدية. وأعتقد أني كتبت قبل هالمرة عن ديوان عشتار. لمن؟ كتابي عشتار وجراح الأندلس. وجراح الأندلس. نعم. هذا ديوان شعري. نعم. لكن هذا الديوان عادني كثيرا إلى التاريخ العربي. نعم. وعادني إلى العراق وما حصل في العراق، وعادني إلى الأندلس. نعم. وما حصل في الأندلس. نعم. تلقائيا تجدني أنا لدي الرغبة في الحديث أو في البحث. نعم. في مواضيع قد لا يكون الشاعر قد تطرق إليها من خلال نعم. ديوانه. يعني أنت ممكن أن تقول، أنا أفهم الآن، تقول أنه في النص النقدي وليس النص الأدبي نعم. أنك تقدم النص برؤية جديدة. أنك ممكن أن تقول مثلا لو قال الشاعر أو الكاتب هذه العبارة بدل تلك العبارة، أفهم أنه هذا المقصود أنا أمنتجها نثريا صياغة النص نعم أمنتجها بطريقة نثرية نعم. بدل أن تكون شعريا وأدخل بها المعلومات التي أرى أنها يعني لازمة نعم. للمتلقي أن يطلع عليها من خلال هذه. ودائما الرأي إيجابي أم على الغالب نعم. نعم على الغالب نعم هو إيجابي، لأنه يعني ما يخرج من الشاعر لا يخرج عبثيا يعني نعم. يعني أي شاعر هو إذن هي تحترم الفكرة نعم، هي عصارة عصارة جهد 100% صحيح. هذا إن كان يعني مبدعا حقيقيا يعني نعم. هو
أنا لا أقصد نضال، نضال أخونا طبعاً أكيد مبدأ حقيقي، مبدأ بس بشكل عام طبعاً. نضال هو يعني أنا فكرت في الكتابة عن نضال من خلال دواوين عديدة، ولكن اكتفيت بديوان أحزان الفصول الأربعة، وكتبت عنه ديوان، كتبت عنه كتاب نقدي من ديوان واحد. عارف كيف؟ جميل. تقول أيضاً في هذا الكتاب: نضال قاسم شاعر مميز يحاول أن يكون ذاته بلا اتكاء على آخرين، فقد نرى أصداء لشعراء سبقوه في الزمن والتجربة، لكنه لا ينتمي إلا لنفسه وتجربته وهويته وضميره الشعري الخاص. أنا بالنسبة لي رأيي الخاص أنا يعني لا أظن هناك شاعر لا سيما يعني ما بعد يعني في العصور الحديثة، لا أظن هناك شاعر لم يتأثر بمن سبقوه إلا شعراء العصر الجاهلي، فنعتبر هؤلاء هم المؤسسين للشعر. أظن هؤلاء يعني لم ترد روايات تاريخية أنه هناك من سبق هؤلاء، فنعتبر أن الشعراء الجاهلين هم يعني شعراء العصر الجاهلي أنهم المؤسسين أو هم المؤسسون للشعر، لم يتأثروا بمن سبقهم، لكن كل من جاء بعدهم أنا باعتقادي تأثر، فكيف ممكن أن نختزل أو نستثني أحد من هذا السياق؟ يعني أنا ليس المقصود من هذه العبارة استثناء الشاعر نضال من التأثر بالآخرين، المقصود أن الشاعر نضال القاسم ينتمي إلى نفسه كإنسان يحمل قضية محددة، وهي قضية فلسطينية تحديدا. أنا عندما قرأت لنضال وجدت متأثر بشكل كبير جدا بالقضايا، بقضية فلسطين وبالقضايا الإنسانية بشكل عام يعني على درجة أقل إلى حد ما. فلذلك عندما أقول ينتمي إلى أنه لا يتأثر أو ينتمي إلى نفسه، لا يعني ذلك أنه لا يتأثر بالآخرين. كل شاعر يتأثر بالآخرين، كل أديب وكل ناقد لابد أن يتأثر بالآخرين، فهو ينتمي إلى ما يفكر به هو. مؤكد هناك طبعا، أنا لا أختلف معك، يعني التأثر موجود لدى الجميع، لكن المبدع عندما يكون مبدعا حقيقيا وعلى مستوى الشعر تكون له بصمة خاصة. أنا أعرف أنك تشير إلى هذا الموضوع، أو هكذا أرى أنه المبدع الحقيقي الشاعر الحقيقي تكون له بصمة. طبعا التأثير موجود، هناك من قال أن الشعر كالجادة لابد ما يقع الحافر على الحافر، يعني عندما تسير الخيل في هذا الجادة فحافر يقع على الحافر، لكن الشاعر المبدع الحقيقي تكون له يعني أثر خاص في 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 هذه الجادة. فربما هذا ما قصدت أنه نضال القاسم، وأنا طبعا أؤكد الرجل عن تجربة يعني حضرت له وقرأت له، الرجل له بصمة خاصة حقيقة، وله فكر جميل، وله رؤية عميقة. لكن هناك من تجد لأنه ليس مبدعا حقيقيا كأنه استنساخ التجارب الآخرين. احنا مرانا سمعنا بعض خاصة الشعراء، يعني الكتاب ربما عنده مساحة يخرج قليلا، لكن الشعر تجد هناك بعض من لبس ورداء الشعر أنه يستنسخ تجارب الآخرين. فلذلك أنا قلت أنه المبدع الحقيقي يجب أن تكون له بصمة، أو مؤكد تكون له بصمة. يعني دعني أضيف قليلا يعني على هذا الموضوع، أنا لا أعتقد أنه الشاعر الحقيقي يصحو من النوم ويقول أريد أن أكتب قصيدة. الشاعر الحقيقي تأتيه القصيدة فيضعها في دماغه ويشغل دماغه في هذه القصيدة ويخرجها بشكل شعر. فهذا الشاعر الذي أشرت إليه الذي يعني يفكر كيف يكتب، هذا يصنع الشعر صناعة. ومن المؤكد أن ما يصدر عنه لا يكون شعرا يعني حقيقيا. الشعر مخاطر، الشعر إحساس، والشعر عواطف، والشعر فكر وأدب ودراسة وتأثر، ويعني في كثير من مواصفات الشعر الحقيقي. جميل. مؤلفاتك بوح الخواطر عبارة عن مقالات أدبية واجتماعية تضمنت مواضيع متنوعة، من هذه المواضيع لحظة السقوط، يعني يدرك هذا البطل هذا النص أنه بعد يعني مروره بإغماءه وبعد صحوته
يعني يدرك أن ليس هناك حد فاصل بين أو الحد الفاصل بين الحياة والموت هو صفر، وهي رسالة مشفرة تصل إلى إلينا جميعا، لكن كثير منا لم يقرأ هذه الرسالة. جميل أنه بطل النص، ويعني لا أدري لماذا يعني أخذني الخيال أنه كأني الكاتب هو نفسه كان بطل هذا هذا النص، أنه بعد ما صح من هذه الغيبوبة أدرك أنه هذه رسالة مشفرة وقرأها بشكل بعمق. كم من الرسائل تمر على الناس من أحداث الحياة وهم لا يدركون كأنها حقيقة. يعني دعني أولا أن أشير إلى بوح الخواطر، نعم، هو البكر في الكتب التي ألفتها، وهذا الكتاب بوح الخواطر يعني ضمنته 87 مقالة، نعم، أدبية، وهو في يعني دعني أقول في النقد الاجتماعي، نعم، بشكل عام في النقد الاجتماعي بالإضافة إلى مجموعة من المقالات. ما أشرت إليه من عنوان وهو لحظة السقوط، حقيقة أنا بطل القصة. يعني كنت في يوم من الأيام عند أحد الأصدقاء، نعم، فأعطاني قطعة حلوة، وقشرت قطعة الحلوة علقت في حلقي، نعم، ولم أستطع التنفس. نظرت إلى الباب الثاني فوجدت كولر ماء، نعم، اتجهت باتجاه اللي أحضر يعني كاس، لم أستطع أن أقول له أنه أريد أن أشرب، نعم، ذهبت إلى الكولر أو إلى المبرد فليتناول ماء، ووجدت نفسي ساقط، نعم، على الأرض، فما صحبت إلا هو يرفع يعني يحاول رفعي عن الأرض أنه يصحى، ووجدت القطعة ما زالت في حالي خرجت. هذا مؤشر على أن الحياة بين الحياة والموت المسافة صفر حقيقة. نعم، كل منا يجب أن يعتبر في مثل هذا الموضوع، نعم، كل منا يجب أن يفكر أنه بين ثواني أو خلال ثواني ممكن أن ينتقل من الحياة إلى الموت. نعم، وأود أن أشير إلى قصة حصلت معي الجمعة الماضية، نعم، جاءني أيضا زاد. قطعة حلوة؟ نعم، أيضا قطعة حلوة؟ لا، هذه القصة جاءني، نعم، أحد الأصدقاء الأدباء والكتاب، نعم، حقيقة قبل يعني الأذان لصلاة الظهر، نعم، بنصف ساعة تقريبا، فأنا احترت في يعني في زيارتي في هذا الوقت، نعم، وأنا يعني منذ سنة ونصف تقريبا لم أرى، نعم، فدخل ودخل معه صديق آخر وجلسنا يعني باختصار بساروية، ذهبنا إلى الصلاة، هو ذهب إلى مسجد وأنا إلى مسجد، لأتلقى مكالمة بعد دقيقة بعد ساعتين وأنه هذا الزائر قد توفي. سبحان الله. آه. بعد ساعتين. أيوة، هي الرسالة يعني أنه العمل الإيجابي يجب أن يكون الإنسان عليك إيجابي، أن تعد العدة، نعم، تحسب الحساب، نعم، يكون إيجابي في كل مجالات الحياة، أنه الفاصل صفر بين لحظات الموت يعني ولحظات الحياة. أنا يعني لا أضمن أن أخرج من هذا السجن، نعم، ولماذا لا تخرج وأنت معافى ولماذا لا أكون إيجابيا. نكمل بعد الفاصل، معذرة دكتور سلطان، معذرة، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الباحث والناقد والشاعر الأردني الدكتور سلطان الخضور. نعود إليك دكتور سلطان، كنا نتحدث عن النص في بوح الخواطر وهو لحظة السقوط، وحضرتك تحدثت عن الفاصل أو انعدام فاصل بين أو الفاصل هو صفر بين لحظة الحياة والموت، وقلت ربما أخرج من هنا ولا أدري أنه، لكن إن شاء الله تخرج معافى من الرفدين وتعود إلى أهلك ويسعد بك. النص آخر ضمن هذه المجموعة أو هذه الباقة من المقالات الأدبية الاجتماعية حمل عنوان ليلة العيد. شعرت أنك في هذا النص كنت متشائما جدا، في يعني في النهاية تقول يعني أحسد نزار فقد عشق امرأة فشطح شعرا، أما أنا فقد عشقت أمة.
عشقت أمة كانت سببا في نوبات جنوني. فأنا سؤالي هنا حقيقة أخذني، كلنا حقيقة نمر بهذا الوجه، لماذا قدر عشاق الأمة يعني لهم النصيب الأكبر من الحزن والوجع؟ أخ محمد، أنا اسمح لي أن أشير أنني خرجت من فلسطين وأنا عمري 8 سنوات. أنا عشت طفولة مكسورة أو طفولة لم تكتمل حقيقة. نعم. ومن ذاك الحين لم أشعر بالعيد إطلاقا. العيد مبتور عندي يعني. نعم. أرى الأطفال يفرحون العيد، لكن لم أفرح في يوم من الأيام للعيد كما يفرح الأطفال. فمن هذا المنطلق يعني دائما العيد يذكرني بالمأساة، ودائما يذكرني بالهموم، ودائما يذكرني بحياة اللاجئ، ودائما يذكرني يعني بقضايا يعني صعبة، وقضايا ما مريت فيه أنا وغيري من الناس من الذين لجأوا وعاشوا حياة اللجوء. ليس سهلا. نعم. نحن أمضينا يعني سنوات طويلة ونحن نبحث عن يعني عملية تأهيل. نعم. والحمد لله يعني تمكننا من تخطي هذه المرحلة وأهلنا أنفسنا تأهيلا جيدا، والحمد لله رب العالمين. نعم. لا أدري النقطة تحديدا يعني لماذا، يعني أنا لماذا تشاؤم؟ نعم، يعني رأيت أنه في هذا النص هناك تشاؤم عميق فيه، يعني مع أنه الختام جميل أو يعني نهاية النص أنك تحسد نزار لأنه عشق أمرأة والتهب، مع أنه يحاول أن ينفي عن نفسه هذه التهمة، يقول لك أنا أيضا مهموم بالوطن ووجع الوطن وكتب وطمع الوطن. نعم. لكن حضرتك تناول الجانب، قلت هو انشغل بامرأة وكتب لها شعرا وأنا عشقت الأمة. صحيح. أي. هو عشق الأمة هو الذي يؤدي إلى التفكير. نعم. المتشائم. نعم. وأنا شخصيا يعني عندي الجانب العاطفي يطفو كثيرا. نعم. أنا أتأثر لشخص أو لجرح شخص قد يكون في اليمن أو في ليبيا. نعم. أو في العراق أو في سوريا أو في أي مكان من أماكن الأمة أتأثر، فلذلك يعني هذا التأثير هو يعني يخرج الجانب العاطفي. نعم. السلبي لدي، يعني لا أكون سعيدا يعني. فأي إنسان يعني يفكر بالأمة لابد أن يتأثر. مؤكد، يعني كانت الأمة مشغولة بجرح واحد وهو جرح فلسطين، الآن الأمة كلها مجروحة بجراح. يعني حيثما تذهب. نعم. تجد الجراح عميقة، يعني كنا نأمل من البلدان المتعافية يعني أمنيا ممكن أن تساهم في معالجة جرح فلسطين، لكن لا. الآن كل الأمم وخاصة الدول التي يعتمد عليها أنه هي عماد الأمة، سوريا، العراق، مصر، اليمن، هذه الدول حتى إلى المغرب العربي، الآن كلها تعيش مصائب ويعني تناحرات داخلية للأسف. طبعا واضح من كان وراء هذه التناحرات، لكن الجهل يعني كان رافد والوقود لهذه نار الفتنة. لكن أملنا كبير بأن هذه الأمة تعيش مخاض، ربما يوما ما تتحقق لها طموحاتها. فيعني أنا لست مع التشاؤم، أنا مع الوجع، وأحيانا الوجع يخرج ما بداخل الإنسان من إبداع. ولولا الوجع ما خرج هذا النص، النص الجميل، وكثير أجمل القصائد كتبت وأجمل النصوص كتبت في لحظات المعاناة ولحظات لحظات الوجع. يعني هناك نص آخر أيضا حمل أوجاع، لكن لا تخرج من إطار أو هذا الفضاء الموجع للأمة. عنوان النص إليك أمي إليك أبي، يعني عنوان هذا النص، ويعني حملني القلق الذي كنت تعيشه. و يعني والحيرة التي مررت بها إزاء هذا يعني إزاء الكتابة للأم في عيدها من دون الأب، إلى سؤال يعني أقول لماذا إنه الأم دائما تأخذ النصيب الأكبر من الكتابة من دون الأب، مع إنه كلاهما يتقاسمان مشاق الحياة من أجل تحقيق الحب والحنان والدفء للأولاد، ربما الأب يتحمل مشاق أكثر من الأم. فلماذا دائما الأم تأخذ هذا
هذا النصيب من الكتابة أو المساحة الأكبر من الكتابة؟ يعني هذا السؤال يقودني إلى الاعتراف أولا أن الأب يمكن أن يتحمل الجزء الأكبر من المعاناة. نعم. ويقودني إلى مقالة صغيرة كتبتها قبل أيام. نعم. وهي لماذا أو هل الشعور يورث للابن؟ نعم. أو لا يورث؟ العلاقة بين الابن والأم علاقة يعني ليست كعلاقة الابن بالأب. نعم. لأن هناك شعور عند الأم وإحساس وعاطفة يكتسبها الابن وهو عندما كان ينام على صدر أمه. نعم. فهذه الإحساسات قد تورث. إذن تقوي هذه الإحساسات والمشاعر والعاطفة، تقوي الرابطة ما بين الأب ما بين الابن وبين أمه. الأب بحكم عمله وحكم غيابه عن البيت وحكم يعني عدم وجوده دائما في البيت قد لا تتوفر العلاقة القوية بينه وبين ابنه. نعم. لكن الأم دائما موجودة والأم حريصة. يعني أحيانا الأب يحاول أن يعاقب ابنه وتجد الأم تقول له يعني عاطفية أكثر. هي نعم عاطفية أكثر. نعم. والتواصل يعني نعم. الغير مرئي الذين كنا دائما عندما يغضب الأب نحتمي بالأم بين الأب نلوذ خلف الأم. نعم صحيح. نعم. فهذه يعني تلقائيا يؤثر على ما نعم. يريد الكاتب. نعم. إذن من منطلق العاطفة الرابطة بين الأبناء والأم أنه يعني قد تورث منحت الأم هذه المساحة. الأم قد تورث الشعور. نعم. والإحساس لابنها. نعم. يعني ربما أنه أفهم من ذلك أنه طبعا في الغالب الكتابة هي عاطفة تنطلق. نعم. من المشاعر سواء كانت فرح أو حزن. هذه العاطفة التي ترتبط بين أو تنتقل من الأم إلى الأبناء دفعت باتجاه أن تأخذ الأم هذه المساحة، لأن الكتابة. نعم. صحيح. عاطفة تتعلق بالمشاعر يعني. لكن احنا بعد ان كبرنا نعرف انه واجب الاب كبير، مشاق الاب كبير. الا ينبغي يعني ان ننصف الاب بعد ان يعني انا في هذه المقالة اطلعنا على مشاق الحياة. انا في هذه المقالة انصفت الاب بقولي. نعم. انني حاولت عدة مرات ان اكتب عن الام. نعم. لكني كنت افشل. لماذا؟ لأن هناك من يزاحم أمي. نعم. على هذا المقام يعني. نعم. أو الموقع إنه أبي. فلذلك يعني أنا دمجت ما بين الأب والأم. نعم. ويعني وإن تناولت أكثر الحديث عن الأم لكن الأب يعني ما في شك هو عزيز وغالي وله أثر كبير. نعم. يعني هم تقاسما لقمة العيش. نعم. وتقاسما يعني الحياة بمرها. نعم. وأحيانا بحلوها. نعم. هكذا قلت. نعم. بمرها وأحيانا حلوها. نعم. يعني كانت المرارة أوسع. نعم. أكثر يعني هذه حقيقة أيضا هذه العبارة توقفت عندها. نعم. كثيرا. نعم. إنه بمرها وأن تقدمت المر على الحلو. نعم. وأحيانا. لأنها كانت. لأن مساحة هكذا. الحلو قليلة في. لأن حياة الأب والأم كانت هكذا حقيقة. نعم. يعني. في الختام في ختام النص تقول إليك أبي سامحني. فقد فارقت الحياة وأنا في سفر كنت في هذا السفر أبحث عن لقمة العيش لك ولأولادي وإليك أمي سامحيني فلم أستطع دفنك في حوش الدار كما تمنيت فحوش الدار ما زال محاطا بدبابات الاحتلال. هذا الحقيقة هذان المقطعان أخذاني حملاني إلى وضع العراق إلى حالات مشابهة في العراق خلال الاحتلال الأمريكي. فقد أكلت الحصر قلوب كثير من العراقيين فقد عاشوا مرارة الفقد مضاعفة عندما حرمتهم ظروف المطاردة. نعم. من حضور التشيع لما والعزاء يعني. وأنا شخصيا مررت بهذا ال بهذا ال هذا ال هذا الوجع وكثير مثلنا في الأمة هذه كلها كما قلت أنه جرح الأمة امتد في من مشرقها إلى مغربها. يعني لماذا قدر هذه الأمة دائما أن تعيش هذه المأساة؟ والله تحديدا يعني قد تكون الإجابة لأن الأمة لا تساعد نفسها بنفسها. نعم. هذا واحد.
والأمة سبحان الله حباها بكثير من النعم، والنعم يعني هي محط أنظار العالم الغربي. نعم. بشكل عام يحاول قدر الإمكان أن يعني يستفيد من هذه الخيرات الموجودة لدى الأمة. يعني لا نريد أن نحط أو نجلد أنفسنا. نعم. بقدر ما نقول أن لدينا خيرات وثروات يريد الغير أن يستغلها لمصلحته الخاصة. نعم. طيب، يعني هذا الغير أو لا يمكن أن يعني يسرق هذه المقدرات الأمة إلا بتعاون بعض أبناء الأمة. هذا نلاحظ الآن، أنه الآن نعيش العدوان الغاشم الصهيوني على أهلنا في فلسطين بشكل عام وعلى أهل غزة بشكل خاص، ويعني الأنظمة العربية الآن تتفرج وتحاول أحيانا بشغلات حقيقة مخجلة أنه تقدم طعام أو تقدم كذا أو في أو ترتجي من الأنظمة السياسية والقوى الدولية المتنفذة أنه تتدخل حتى تنهي المعاناة. يعني أنا أقول هذه الأمة يعني لولا تعاون بعض أبنائها لا يمكن أن تصل إلى هذا الحال، يعني أو هكذا أرى، فأنت كيف ترى؟ هو بلا شك إحنا يعني في عالمنا العربي نعم. جزء من التركيبة العالمية. هناك سيطرة يعني عالمية على معظم الأنظمة سواء في العالم العربي أو في غيره. يعني نعم. العولمة يعني سببت لنا كثيرا من الهموم والمشاكل والسيطرة نعم. حتى على العقل العربي. هناك جهات تحاول أن تسيطر وتستغل وتستثمر نعم. وتحرك الفكر العربي بشكل عام. فلذلك يعني هو ما قد يسهل علينا أو ما قد يغير الوضع هو الوعي. نعم. يجب أن نبحث. إذن الأمة تحتاج إلى وعي. إلى وعي. جميل. كتابك النقدي إطلالات على الرواية الأردنية المعاصرة تناولت فيه روايات أردنية عديدة وتخلص إلى رؤية أن أي نص أدبي كاللوحة الفنية قد يكون له عدة قراءات تتماشى مع ذوق المتلقي وقدرته على هضم مفردات النص، وقد تختلف هذه القراءات من ناقد إلى آخر. هذه الرؤية هل تصب في صالح الكاتب أم العكس؟ يعني هو سواء صبت لصالح الكاتب أو لم تصب هذه رؤية. نعم. يعني أنا هكذا أرى الأمور. نعم. النص شبهته باللوحة. نعم. اللوحة تنظر إليها وقد تفسرها بطريقة معينة. نعم. ويأتي الآخر ويفسرها بطريقة أخرى والثالث وهكذا. النص قد أقرأه أنا قراءة تختلف عن قراءتك. وقد تقرأه أنت قراءة تختلف عن الثالث وهكذا. فمن هنا يعني تصب أو لا تصب، إحنا بغض النظر. نعم. إحنا نقرأ النص كما نراه. نعم. أو كما نرى، يعني بغض النظر أنه أراد الكاتب أو لم يريد ذلك. نعم. نخرج بنتيجة هكذا نضعها أمام المتلقي. كيف؟ يعني ليس شرطا. نعم. أن نتفق مع الكاتب أو نختلف معه، قد نختلف وقد نتفق. سؤال آخر، يعني أنا فهمت أنه للقارئ حتى القارئ المتذوق العادي ربما يكون له رؤية نقدية عندما يقرأ الكتاب. نعم. صحيح. فطبعا القارئ العادي ربما تكون يعني رؤية سطحية، لكن القارئ متعمق يعني صاحب المعرفة العميقة تكون له يعني رؤية عميقة. تعدد كما هي اللوحة، كما قلت حضرتك هي اللوحة، تعدد القراءات أيضا أعود سؤال قريب من ذلك، ذاك يتعلق بالمتلقي نفسه، لكن تعدد القراءات يعني أيضا ممكن أن نعتبره أنه إثراء، يعني إثراء كما قلت. نعم. أو أنه حالة إيجابية تجاه النص. نعم. ممكن؟ هو تعدد القراءات 100% وأكيد تثري النص. نعم. يعني أحيانا أنا كناقد أقول ما أعتقد أن الشاعر أو الكاتب أو الأديب. نعم. لا يريد قوله. أنا أرى النص أو ما بعد النص، وأحيانا أرى ما بين السطور. نعم. يعني قد تختلف وجهات النظر ما بيني وبين قارئ آخر للنص. فلذلك
يعني كل له وجهة نظره. نعم. وبطلع يعني طالما أن وجهات النظر تتعدد إذن القراءات تتعدد. يعني هذا تعتبر قوة للنص. نعم قوة للنص، هي تقوي النص لأنه يعني تراه من عدة أوجه. نعم. أوجه مختلفة ومتعددة. جميل. نعم تقويه. حوار ممتع، شكرا لك. العفو يا سيدي. الباحث والناقد والشاعر. أنا سعيد جدا. دكتور سلطان الخطور، شكرا لك على هذا الحوار. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء حقيقة، وشكرا لقناة الرافدين مرة أخرى. وشكرا لحضرتكم أستاذ محمد، بارك الله فيك. حياك الله، شكرا لك دكتور. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، نشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم.